بقت ما لا نهاية طبعا على قانون مباشرة، والتانية من نقطة النهاية إلى ما لا نهاية. يعني زي ما انتم شايفين كده كانت الدالة من زيرو لغاية M، وبالتالي كان الحل بتاعنا بهذا الشكل. المثال اللي بعد كده بيقول لك determine الx of j omega if x of n تساوي n x of n alpha أس n u n. دي كأن ضربنا الدالة في n، يبقى نستخدم البروبرتي بتاعة المولتيبليكيشن. احنا عارفين بقى ان ايه، ان x of n لو هي الفا اس n هتبقى 1 على 1 ناقص الفا يساوي ناقص جي اوميجا. لما نضربها في n يبقى هتعمل البروبرتي، تضرب الدي اكس اوف جي اوميجا تضرب في جي وتفاضل بالنسبه للايه للاوميجا، يبقى هتعمل هتفاضل هنا بالنسبه للاوميجا، فكان الكلام ده اس ماينس 1 هتبقى ماينس 1، والكلام ده اس ماينس 2، وبعدين في تفاضل اللي جوه بالنسبه للاوميجا اللي هو هيبقى ماينس الفا في ماينس جي في اس ماينس جي اوميجا. كل ده مضروب في جي اللي هي جي البرانية، فده يطلع في الآخر إن هو بيساوي ألفا إي أس ماينس جي أوميجا على واحد ناقص ألفا إي أس ماينس جي أوميجا أول سكوير. لما أقول بقى إكس أوف زيرو، بص شباب إكس أوف زيرو دي عبارة عن إيه؟ إكس أوف زيرو هي مجموع الدالة، مجموع الإمبالسز دي، كأنها دي اللي هي زي ما كنا هناك كانت الأريا أندر إكس أوف تي، هنا هي مجموع البلسز، مجموع البلسز دي اكس اوف زيرو هتساوي الفا على واحد ناقص الفا اول سكوير. لمجموع البلسز دي كلها تطلع بهذا الكلام. اكزامبل 3، الشباب كلهم معايا ولا في ناس مش شايفانا؟ عبد العزيز معايا؟ معاك يا دكتور. طيب الشباب كلهم وصلهم ال اللينك؟ انا بعته له. طيب وعبد اسمع شوف ماشي. اكزامبل 3 انا بحاول احط اكزامبلز كتير يا شباب عشان الكلام يبقى مفهوم. لو اكس اوف ان بتساوي ان بلس 1 في الفا اس ان، فدي عباره عن جزئين، ان في الفا اس ان زي ما حليناها فوق زائد الفا اس ان. فالالفا اس ان عارفينها دي اللي جبناها بالتفاضل اللي هي طلعت بالمنظر ده اهي، دي المثال اللي قبل كده. هتجمع الاثنين مع بعض، هتجمع الاثنين مع بعض هيطلع الفانكشن دي اكس اوف زيرو هيطلع 1 على 1 ناقص الفا اول سكوير. طيب هاو تو تشيك يور انسر اهي، x of j omega بتساوي summation x of n a يساوي minus j omega n. لما نحط هنا omega بتساوي صفر يبقى كأن x of 0 بتساوي omega تساوي صفر، يبقى الترم ده بواحد، يبقى هنا summation بتاع x of n. This property can be used to check your answer. Let us explain. If x of n تساوي alpha أس n u n. We have proved that in 1 على 1 ناقص الفا يساوي ناقص جي اوميجا. حط اوميجا بتساوي صفر تبقى 1 على 1 ناقص الفا. ده معناه ان سميشن بتاعت الفا اس ان اللي هي 1 زائد الفا زائد الفا سكوير وانت ماشي لغايه ما لا نهايه لازم تطلع 1 على 1 ناقص الفا. هل الكلام ده صح؟ تعال نشوف. سميشن ده اضرب في الفا الطرفين. اضرب في الفا في الكلام ده. يبقى بيساوي الفا زائد الفا سكوير وانت ماشي كده. اطرح الاثنين من بعض يطلع سميشن في 1 ناقص الفا هيساوي الفرق بين ده وده اللي هي 1، يطلع هي 1 على 1 ناقص الفا. تمام؟ فاذا ده تشيك ان انت ايه الحل بتاعك صح. ده تشيك ان الحل بتاعك صح.
تعال نشتغل شوية بقى في الوضع العكسي اللي هو given x of j omega وعايز تجيب x of n. Let us discuss the discrete time Fourier transform of x of n e of minus j omega naught في n. يعني أنا عملت shift في ال frequency domain. هي دي المفروض أوميجا تبقى كبيرة، معلش أنا آسف، دي أوميجا كبيرة. يبقى إكس داش أوف جي أوميجا تساوي إكس أوف إن إي أوس جي أوميجا نوت في إن إي أوس ماينس جي أوميجا إن. كويس؟ يبقى دي سميشن بتاعت، هنجمع بس. هنا تبقى أوميجا ناقص أوميجا نوت وإن. أوكي. يبقى دلوقتي لو كانت x of n بالديسكريت تايم فورير تدي x of j omega، يبقى دي ال x of j omega ناقص omega نوت، ودي بقى ازاي؟ يبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي هي تبقى في الانفيرس x of n e of minus j omega نوت في n. دي معناها كده، يعني ايه؟ احنا جبناها بطريقه عكسيه، احنا جبنا اكس اوف داش اوف جي اوميجا، لو حطينا بدل اكس اوف ان حطينا الان ضربناها في اي اوس جي اوميجا نوت ان، فطلع الاكسبريشن ده. فالاكسبريشن ده معناه ان ايه؟ لما بتكون دي اكس اوف جي اوميجا العاديه تبقى هنا اكس اوف ان اي اوس جي اوميجا ان. طيب لو دي بعد اي اس ماينس جي اوميجا ان ناقص ان نوت تطلع كده، يبقى اكس اوف ان اي اس جي اوميجا نوت في ان. دي معناها كده، دي معناها البروبرتي دي. example using shift in frequency a property determine اكس اوف ان if اكس اوف جي اوميجا بتساوي هذا الكلام. فواضح ان ان ان, إن, إن ان الاوميجا نوت بتاعتنا هي باي على 4. الاوميجا نوت هي هي اوميجا ناقص اوميجا نوت، وهي هنا معناها انها ناقص باي على 4. يبقى دي عباره عن ايه؟ فاذا كان الانفيرس فورير ترانسفورم بتاع الكلام ده هو ايه؟ هو الفا اس ان، فدي هتبقى الفا اس ان مضروبه في اس ماينس جي اوميجا نوت. اهي هي ألفا في إي أس جي أوميجا زائد باي على 4. يعني البروبرتي دي مش مهمة أوي، يعني البروبرتي دي مش مهمة أوي يعني. نشوف بقى الوضع العكس، الإنفيرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. اللي هي x of n تساوي 1 على 2 باي x of j اوميجا e اس j اوميجا n دي اوميجا. e اس j اوميجا n دي اوميجا. كويس؟ فاحنا زي ما قلنا ان بدام تكامل يبقى دي continuous function وperiodic. فانا باخد الانتجريشن على period واحده من ناقص باي الى باي. كويس؟ فنفترض ان هي x of j اوميجا من ناقص اوميجا نوت الى اوميجا نوت. على فكرة دي بقى هتطلع لي ايه؟ خليكم معايا يا شباب. دي هتطلع لي ال يعني انتوا عارفين دي الفريكونسي ريسبونس بتاع الايديال فلتر. بس الايديال فلتر لما يبقى السيجنال بتاعتي الاصلية ديسكريت. لما تبقى السيجنال الاصلية بتاعتي ديسكريت. هنشوف دلوقتي واحدة واحدة. هنا عندك اكس اوف جي اوميجا من ناقص اوميجا نوت الى اوميجا نوت اهي. هنطبق المعادله دي. اي اس جي اوميجا ان. كويس؟ ومضروبه في واحد. كويس؟ هتعمل التكامل ده من اوميجا من ناقص اوميجا نوت الى زائد اوميجا نوت. تبقى اي واحد على 2 باي. دي التكامل بتاعها بسيط جدا، تقسم على جي ان. اهي. وهتعوض بالليميتس اوميجا نوت وناقص اوميجا نوت وتطلع الكلام ده. الكلام ده على الاثنين جي دي عباره عن ساين.
هي عبارة عن ساين أوميجا نوت في إن على إن على باي أو إن. دي عبارة عن ساين 2 باي إف نوت في إن على 2 باي إف نوت في إن. أنا ضربت هنا كأني في 2 إف نوت. ضربت في 2 إف نوت لأن أصلاً كانت باي في إن. ضربت في 2 إف نوت عبارة عن 2 إف نوت. والقصة دي هي سينك يعني. يبقى دي سينك 2 اف نوت في ان. يبقى دلوقتي لو كان دي ريكتانجلر بلس وبيريودك في الفريكوانسي دومين يبقى كانها في التايم دومين ديسكريت بس عباره عن سينك. ولو تفتكروا احنا طلعناه عباره عن سينك كونتينوس في لما كان بنتكلم على الفورير ترانسفورم كان طالع سينك برضو في التايم دومين كان طالع سينك. وقلنا ان تحقيق الفلتر بالمنظر ده يعني انا اعمل ايدل فلتر ده مستحيل ان مفيش دايره تطلع لي سينك في التايم دومين. مفيش دايره تطلع لي سينك في التايم دومين لكن بنحاول يعني نقرب منها قدر الامكان. دي بتتعمل بقى يا شباب عن طريق بقى كمبيوتر وروم وقصة كده يعني. دي بنحاول نطلع الديسكريت دوت اللي هو سينك بين نحط القيم بتاعت السينك دي جوه روم وبعدين كل فترة عبارة عن تي اس تطلع القيمة. كل فترة تي اس تطلع القيمة بس طبعا السينك اصلا لغايه ما لا نهايه فانت بتاخد فتره معينه وبس فعمره ما يطلع ايدل فلتر يعني عمره ما يطلع ايدل فلتر. discrete time Fourier transform of impulses الimpulses اللي هي سواء كانت في التايم دومين او كانت في frequency دومين هنشوف. لو كانت في التايم دومين فدي discrete time Fourier او ات اوميجا بتساوي صفر. دي انا لو كان يعني لو كان عندي اكس و جي اوميجا بالشكل ده تطلع ايه ان اكس و ان واحد على اتنين باي دلتا اوف اوميجا يقص جي اوميجا ان دي اوميجا. ولكن انا حوالين الصفر لو انا باخد في واحدة حوالين الصفر فهتحط ان بتساوي صفر فتطلع دي بواحد الترم ده بواحد فبتكامل الدلتا زي ما قلنا ان هي ايه بواحد. يبقى كانها واحد على اتنين باي في دلتا اوميجا يعني واحد على اتنين باي يعني. ودي قلنا قبل كده الامبالسس في الفريكوانسي دومين تطلع امبالسس في التايم دومين. الفرق بينها انها واحد على اتنين باي واحد على اتنين باي. بص شباب دي بقى ايه النظرية بيسميها نظرية نايكويست او الايه السامبلنج ثيوري سامبلنج ثيوريم اللي هي نايكوس. ودي مهمه قوي شويه. دي ممكن تيجي كبرهان. انا جبتها في سنين سابقه كبرهان. دي ممكن تيجي كبرهان واخد بالك ازاي؟ فيبقى عندي ده تاني برهان ممكن يجي في الفاينل. اول برهان كان ايه اللي قلت انه اكيد جاي جاوس وده ممكن يجي يعني. ممكن السؤال الاولاني يبقى اتنين بروفز ده البروف الثاني. السامبلنج ثيوري دي يا شباب اللي هي بتقول ايه بتقول اللي هي بتحدد الفتره بتاعت التي اس دي لازم تبقى قد ايه. الفتره بتاعت التي اس دي لازم تبقى قد ايه. واخد بالك ازاي؟ دي النظرية عملها عالم ألماني كبير اسمه نايكويست. وده من كام ده من سنة 1932. النظرية دي من 1932 يعني بقى لها النهاردة 90 سنة أو 91 سنة كمان. وعلى فكرة زي ما انتم عارفين النظرية بتاعت السامبلنج دي هي اللي أدت بينا الى الديسكريت تايم اللي هو
اللي هي نظرية السامبلينج، اللي هي احنا قلنا عندنا فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج وتايم ديفيجن مالتيبلكسنج. التايم ديفيجن مالتيبلكسنج اساسه هو عملية السامبلينج دي. فالعالم دوت هو اللي يرجع ليه الفضل في ان دلوقتي انت عندك الاف القنوات. يعني قبل كده كان لما بنستخدم الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج العدد القنوات محدود، هنا دلوقتي بيبقى في التايم ديفيجن مالتيبلكسنج عدد القنوات بقى بالالفات زي ما كلكم عارفين يعني. كويس، هنا ازاي نحدد بقى الايه السامبلنج فريكوانسي ده قد ايه. طبعا الراجل دوت اللي هو نايكويست ما شافش التطور اللي هو نظريته ادت اليه، اللي هو زي ما انتم شايفين كده يعني. يعني هو راجل توفى طبعا قبل الكلام ده بكتير يعني. طيب نشوف بقى النظريه دي اللي هي دي حاجه ممكن تيجي كفاينل كبرهان. بص انا عندي هنا اكس اوف تي اهي، خدت منها سامبل زي كل تي اس اهي. كويس، فبعد ما اتحرك لها سامبلنج بقت كده، فدي اسمها اكس اوف تي، دي اسمها اكس ستار اوف تي. كويس، يبقى اكس ستار اوف تي هي عباره عن اكس اوف تي ملتبلايد باي بيريودك امبلسز، مضروبه في periodic impulses اللي هي P دلتا اوف T. P دلتا اوف T اللي هي مجموعه الامبلسز دي، كل امبلس منها بواحد. تمام، يبقى حاصل ضرب الاكس اوف T في P دلتا اوف T طلع لي دي. كويس، طيب الداله دي بقى P دلتا اوف T يا شباب بنبص لها انها periodic function كانها فورير سيريز، دي بتبص لها كانها فورير سيريز. كويس، ففورير سيريز هنبص لها بقى من ناحيه هنجيب الكومبوننتس بتاعتها من البولار فورم اللي قلناه. انا ما امتحناش فيه ولا اي حاجه بس قلناه، فبيبقى في الحاله دي حاجه اسمها سي ان بدل اي ان وبي ان، سي ان وسي ان هي تكامل الداله بتاعتي اللي هي كانت اكس اوف تي في اي اس ماينس جي ان اوميجا نوت تي. هنا بدل اوميجا نوت هتبقى اسمها اوميجا اس، اوميجا اس اللي هي بتكورسبوند الى اف اس. كويس، هنا البي دلتا اوف تي دي اللي هي دلتا، اللي هي دلتا فانكشن، وبعدين لما اخدها حوالين الزيرو بقى ده P دلتا اوف T exists only around T بتساوي صفر، اللي باخد الحته دي يعني كاني باخد من ناقص تي اس على 2 الى تي اس على 2، الداله موجوده عند زيرو بس، فهروح معوض هنا ان التي بتاعتي بزيرو، فيبقى هنا بقت التكامل بتاع دلتا اوف T دي تي، تكامل دلتا اوف T دي تي بتاعت الامبلس تطلع بواحد. كويس، يبقى كان سي ان تطلع واحد على تي اس، تطلع واحد على تي اس. يبقى سي ان تساوي التكامل ده تطلع واحد على تي اس. كويس، according to Fourier series theorem يبقى بي دلتا اوف تي اللي هي اكس ستار اوف تي هي عباره عن summation بتاع سي ان اي اس جي اوميجا اس تي، اي اس جي اوميجا ان اوميجا اس في تي. يبقى بي دلتا اوف تي بتساوي واحد على تي اس، سي ان دي على تي اس، والسميشن بتاع اي اس جي ان اوميجا اس تي. اذا الاكس ستار اوف تي بتساوي الاكس اوف تي، الاكس ستار اوف تي اللي هي بي دلتا اوف تي مضروبه في اكس اوف تي، اللي اكس اوف تي في بي دلتا اوف تي، البي دلتا اوف تي اهي. يبقى ضربت انا الكلام ده السميشن ده وضربته في اكس اوف تي. طيب الفورير ترانسفورم يبقى دلوقتي الفورير يبقى دي اكس دي الداله بعد السامبلنج، عايز اجيب لها ترانسفورم، يبقى الترانسفورم بتاعها اكس اوف جي اوميجا، القانون بقى الاساسي بتاعنا هتضرب الداله داهيه الاكس ستار في اس ماينس جي اوميجا تي دي تي. كويس، يبقى الترم هنا بقى في اي اس ماينس جي اوميجا ناقص ان اوميجا اس،
كويس تي. فدي دي معناها ايه؟ اكس اوف تي مضروبه في الكلام ده، وهتعمل بقى سميشن من ان بتساوي ناقص انفينيتي انفينيتي. معناها ان انا لو عندي الاكس اوف تي الفريكوانسي باند بتاعتها بي كده، فانت لما تحط ان بتساوي صفر يبقى تطلع الحته دي. طب لما تحط ان بتساوي واحد يبقى عملت شيفتنج بمقدار اوميجا اس اهي، يبقى يطلع المنظر ده. لو حطيت ان بتساوي 2 تطلع كده. يبقى اذا دلوقتي ودي، فاذا ده معناه ايه؟ معناه ان الفورير ترانسفورم، خليكم معايا، الفورير ترانسفورم بتاع السامبل سيجنال بيطلع بيريوديك زي ما اثبتنا في اول مثال، بيطلع بيريوديك في الفريكوانسي دومين زي ما انتم شايفين كده. محمد اللي كان بيسالني في الاول شايفها؟ محمد عبد الله معايا؟ ها محمد عبد الله مش معايا؟ ها ومش موجود دلوقتي يا دكتور. مش موجود دلوقتي؟ طيب. فده معناه ان المنظر بيطلع عندنا بشكل تكراري زي ما شفنا في اول مثال، بيتكرر. وبيتكرر كل قد ايه؟ كل اف اس اهي. بيتكرر كل ايه؟ كل اف اس. بص بقى، عشان بقى البند ده ما يتداخلش مع البند ده يا شباب، يبقى عندي البي دي لازم تبقى اصغر من الاف اس ناقص بي. يبقى معناه ان اف اس ناقص بي لازم تبقى اكبر من البي، يعني اف اس اكبر من 2 بي. ده معناه ايه؟ معناه ان السامبلنج فريكوانسي لازم تبقى اكتر من ضعف الباند بتاع السيجنال الاصليه، وده اللي مكتوب هنا. This means that the sampling frequency FS is twice أو minimum، المينيمم بتاعها is twice the maximum frequency of the sampled signal اللي هي الـ B. يعني السامبل سيجنال بتاعتي لو هي 10 كيلو، يعني لو أنا عايز أعمل سامبلنج للسيجنال 10 كيلو لازم الـ FS بتاعتي تبقى 20 كيلو أو أكتر أو أكتر. For example if the sampled signal for example audio signal has a frequency range from 20 هرتز الى 10 كيلو، the sampling frequency should be equal to or greater than 20 كيلو هرتز. يبقى الـ FS بتاعتي اكتر من 20 كيلو هرتز اللي هي 2 في 10 اللي هي 2 في 10. ماشي شباب؟ فده السامبلنج فريكونسي، دي حاجه مهمه جدا جدا للنايكوست كرايتيريا. النايكوست كرايتيريا بيقول لك ان السامبلنج فريكونسي المينيمم بتاعها ضعف اعلى فريكونسي في الباند بتاعتك، ضعف اعلى فريكونسي في الباند بتاعك. بصوا بقى شويه، الكونفوليوشن في الديسكريت سيجنال او في السامبل سيجنال، الحته دي يا شباب سهله جدا، ولما بتيجي في الامتحان انا بعتبرها هديه زي ما هنشوف دلوقتي في الامثله. فالحته دي رغم انها حته صغيره وبسيطه، لو جت في الامتحان عليها 5 درجات عليها 6 درجات ايا كان تعتبر هديه مني ليك زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. ازاي اعمل كونفوليوشن للسامبل سيجنال بقى؟ خليكم معايا. بص شباب، انا بعمل ايه؟ زي ما كنا بنعمل في الثانيه، عندك اكس اوف ان وعندك واي اوف ان. بتيجي على واي اوف ان اي واحده فيهم تشقلبها على الواي اكسس وتحركها. فعندك واي اوف ان كده اهي، اهي شقلبتها اهي، بعدين تحركها بقى تخش جوه هنا. كويس؟ بس هنا بقى في حاله الديسكريت بنقول لك حركها لغايه وضع معين، ما بنسيبها لكش كده مفتوحة.
لان يعني دي ممكن تفضل ماشيه كده لغايه ما نهايه. انت بتحسبها عند وضع معين، بتحسبها عند وضع معين. يعني عندي داله منهم اهي، بيقول لك اكس وان تساوي يو في ان، يو في ان يعني كلها بواحد. الثانيه بتساوي 3 على 4 اس ان في يو في ان، يعني الالفا ب 3 على 4. كويس اهي. فدي عملت لها شيء روتيشن حوالين الواي اكسس وجبتها كده. قال لك احسبها لي عند 5، الشيفتنج بتاعها يساوي 5. شوف بقى بنحسبها ازاي، الموضوع سهل جدا. بعد ما قلبتها بالمنظر ده، خلي الزيرو بتاعك ده عند 5، هتخلي الزيرو عند 5 اهي، بقى عند 5. يبقى الواحد ده راح عند 5، التلاتة على 4 دي راحت فين؟ عند 4. التلاتة على 4 تربيع راحت عند 3، وهكذا. بعدين تعمل ايه؟ تعمل سميشن لحاصل ضرب الدالة دي في الدالة دي، بس دالة منهم عندنا بواحد، فواحد، فهي سميشن بتاع واحد في واحد زائد 3 على 4 في واحد زائد 3 على 4 تربيع في واحد زائد 3 على 4 تكعيب في واحد زائد 3 على 4 أس 4 في واحد زائد 3 على 4 أس 5 في واحد. اللي موجودين هنا هيبقوا بصفر. ليه بقى؟ لأن الدالة الثانية بتاعتي موجودة من عند الواحد بس، فهي عبارة عن تجميع بالشكل ده. هي واحد في واحد، واحد في ثلاثة أرباع، واحد في ثلاثة أرباع تربيع، وانت ماشي بالشكل ده. الكونفوليوشن ده تروح جامع البتاع ده تطلع لي رقم. فالكونفوليوشن الحاجة دي رقم، مجموعة الأرقام دي هي الكونفوليوشن بتاعي. فالموضوع سهل جدا، الموضوع بتاع الكونفوليوشن ده موضوع سهل جدا. لا دي حاجة تانية. لا سيبك من الجزء ده. اكزامبل تاني في convolution اهي. x of n بتساوي 1 على n plus 1 من n بتساوي 1 الى ما لا نهاية، والy of n بتاعتي بتساوي نص اس n في u of n. كويس. احسب لي الconvolution، يقول لك z of 4، يعني لما يحصل shifting بمقدار 4. فزي ما قلنا عندنا x of n، ال x of n هي بتاعتي بتساوي ايه؟ واحد على n بلس 1. خلي بالك ما اقدرش اخليها واحد على n، لان انا عندي صفر تطلع من النهايه. واحد على n بلس 1 تبتدي من واحد، بعدين تبقى بنص، بعدين تبقى بتلت، وانت ماشي كده اهي. الواي في n بتاعتي بتساوي نص اس n، يعني تبتدي من واحد ونص وربع، وانت ماشي بالشكل ده اهي. فتعالى على الواي في n اقلبها اهي، بقت بالمنظر ده. قال لك احسبها لي عند 4. عند 4 يعني معناها ان الزيرو دي تروح عند 4، هتبقى 1 مضروبه هنا في كام؟ عند 4 في 5 زائد النص مضروب في كام؟ في ربع، وهكذا اهي. وتجمع كل الكلام ده تطلع الرقم. ادي اللي ايه، سيبك من الامثله الثانيه دي خلاص بقى، ولا اقول لك نقول مثال زي ده. فالكونفوليوشن يا شباب انا بجيبه في الامتحان، دي هديه. convolution ده هديه. انا ممكن اكتفي بكده، ممكن اكتفي بكده. يعني دي عباره عن solution لل الحاله اللي هي الانفيرس discrete time Fourier transform. نقول المثال ده خاص. لو x of j omega بتساوي 2 كوساين 2 اوميجا، find and plot x of n. طيب x of j omega بتساوي الكوزين هي a اس j زائد اي اس ناقص j. كويس؟ بتساوي الكلام. يبقى ال x of n القانون 1 على 2 باي التكامل بتاع الكلام ده في اي اس j اوميجا n دي اوميجا. كويس؟ عوضت عن الكوزين اهي، وده في اي اس j اوميجا n
فتبقى كانها اي اس جي اوميجا في ان بلس 2 زائد اي اس جي في اوميجا ماينس 2. وهتعوض بالليميتس، هتعوض بالليميتس. هي انا يمكن اهو حلتها تاني، هتعوض بالليميتس اهي، هتعوض بالليميتس. فتطلع دي 2 جي ساين وتصرف على 2 جي، فستطلع ساين على ان كذا، ودي تطلع ساين على ان كذا. واضح قوي ان دي تطلع سينك، فدي باي في ان بلس 2 ودي ان في باي ان ماينس 1، دي سينك ودي سينك. يبقى خلي بالك يا شباب، خلي بالك المثال ده ظريف جدا. سينك ان بلس 2 وان بتاعتي دي رقم، يعني 1 2 3 4 بالشكل ده. حد يقول لي دي لو رسمناها تطلع ايه؟ ها؟ يعني لو احط هنا ان بصفر، ان بصفر السينك ده يطلع بكام؟ زيرو. زيرو. طب ان بواحد؟ زيرو برضه. تلاتة أربعة خمسة وأنت ماشي. زيرو. على طول بزيرو. إمتى تبقى بواحد؟ ان بماينس اتنين بس. عند ان بماينس اتنين. طب ودي سينك ان ماينس اتنين موجودة فين؟ ها؟ عند ان بكام؟ اللي كان بيقول معايا دلوقتي ها؟ دي موجودة فين فقط؟ عند ان بكام؟ باتنين. بالظبط، غير كده مش موجود. يبقى لما اجي برسم دي هي اتنين امبالسز، واحدة عند اتنين والتانية عند نص اتنين. وقيمة كل واحدة فيهم نص. دماغه زي، فانا حبيت ارسم دول ما يطلعوش، ما دام دي ديسكريت ما يطلعلهاش قيمه غير عند ان بناقص 2 وان ب 2، غير بعد كده كلها بصفار. لكن لو دي كانت كونتينوس، لو دي كانت تي او بتاع، لا يبقى ليها قيمه، قيم بقى في القيم اللي في النص. لكن دي ديسكريت، فدي ما لهاش قيمه غير في نقطتين اتنين بس. ايه خد بالك شباب، يعني الداله دي مش موجوده غير عند ناقص اتنين او اتنين. طيب المثال ده بيقول لك لو اكس اوف جي اوميجا كانت بتساوي جي دي باي دي اوميجا بتاع الكلام ده في اي اوس ماينس جي خمسه اوميجا. خليكم معايا، احنا قلنا ايه لما بتبقى هي عبارة عن تفاضل بتبقى كأنها دالة مضروبة في ان، يعني لما الدالة بتضرب في اكس اوف ان تضرب في ان تقوم تطلع اكس اوف جي اوميجا بتساوي جي في التفاضل بتاع طيب هنا دي ساين حاجة اوميجا على اتنين وحاجة اوميجا على اتنين. لو حد فاكر دي كانت حالة ايه؟ حد فاكر قلناها من شوية، المنظر ده بيطلع بتاع حالة ايه دي؟ ها؟ دي بتطلع بتاعة الديسكريت ريكتانجولار بالس، دي عبارة عن ديسكريت ريكتانجولار بالس. طب الريكتانجولار بالس هنا كان قلنا الرقم الفلاني ده كان بيمثل عدد ايه؟ ها؟ حد فاكر؟ عدد الامبلسز، عدد الامبلس معناها كم بلس يمين وكم بلس شمال دي؟ خمسة وخمسة. برافو عليك، خمسة وخمسة. طب وبعدين انا ضرب فيه وسمينا جي اوميجا خمسة اوميجا، يبقى معناها حصل لها ايه؟
شيفتنج، حصل لها شيفتنج. هذه كل الحكاية. فدي دي عبارة عن إمبلس كانت من ناقص 5 ل 5 وبعدين حصل لها شيفتنج بمقدار 5 فأصبحت موجودة كده من 0 إلى 10. هذا المعنى بتاعها. يعني الدالة دي معناها impulses موجودة من 0 لغاية 10 لو 11 pulses. ده معنى الحتة دي. دي عمال بشرح فيه. بس دي خليكوا معايا. اللي انا قلته ده اللي هي انا اسف معلش عشان بس ما حصلش لخبطة ارجع تاني. الدالة دي احنا قلنا ايه تفاضل الدالة دي. دي بتدي pulses pulses shift زي ما انا رسمتها كده. بس ما دام هي تفاضل للكلام ده فمعنى كده ان الدالة اللي احنا جبناها دي مضروبة في n. لما بتبقى لما بتضرب الدالة في n تبقى عبارة عن التفاضل. الحتة اللي احنا جبناها دي قبل التفاضل دي عبارة عن pulses كده. لكن بدل ما حصلت لها تفاضل يبقى دي مضروبة في n. فلما الدالة دي تضربها في n يبقى بتاعت الزيرو بقت زيرو. بتاعت الواحد هتبقى زي ما هي. بتاعت الاثنين هتضرب في اثنين. بتاعت التلاتة تضرب في تلاتة. اللي عند العشرة تضرب في عشرة. يعني يبقى في الحالة دي الدالة بتاعت دي شكلها عامل كده. يعني هي بقت كده اهي. دي ضربت في ان. دي معناها انها مضروبة في ان. دي عملناها في الاول لو اكس وان بتساوي الكلام ده. قلنا انها عبارة عن جزئين. الجزء اللي هو انت عايز بتقول هنا من 0 الى 5 خليكم معايا من 0 ل 5 فيبقى من 0 ل 5 اللي هي الحته دي. فدي عباره عن جزئين. واحده كانها لغايه ما لا نهايه والثانيه بتبتدي من 6 الى ما لا نهايه. وقلنا ان ايه ان اكس 1 هتبقى 1 على 1 ناقص الفا يساوي ماينس جي اوميجا. الالفا هنا بنص والثانيه هتبتدي من دي الى ما لا نهايه. بس قلنا دي يبقى هتبتدي بنص اس 6 في اس ماينس جي 6 اوميجا. ليه؟ لان دي عباره عن الداله اللي هنا شيفتت. الداله اللي هنا شيفتت فشيفتت فبتضرب في اس ماينس جي 6 اوميجا على 1 ناقص الفا اي اس ماينس جي اوميجا. فيبقى الفرق بين الحالتين اللي هو بالمنظر ده اهو. كويس. لو حطينا اكس بتساوي زيرو هيطلع لك المنظر ده. دي تبقى بواحد ودي بواحد. هيبقى الكلام ده. الكلام ده لما تيجي تحسبه طالع الرقم ده. ايه اللي يأكد لي ان الكلام ده صح؟ يأكد لي الكلام صح ان المجموع دول من هنا لغاية هنا اللي هي لغاية حالة خمسة اللي هي دي اللي هي واحد. الدالة بتاعتي اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي نص. اول واحدة واحد وبعدين نص وبعدين ربع وانت ماشي كده. اللي هي واحد نص ربع وبعدين تبقى واحدة على تمانية واحدة على ستاشر واحدة على 32. المجموع دول لازم يطلع هو نفس الرقم ده. ده تأكيد على ان ايه انما تجيب اكس وزيرو لازم تطلع كده. فده برضه مثال يعني بيوضح القواعد بتاعتنا دي. اكتفي بكده يعني. اكتفي بكده. تعبتكم النهارده شويه معلش. اول حاجه زي ما بقول كده يا شباب الشكل العام للامتحان. يبقى انا النهارده انا هنكتفي لغايه اللي هي 9 دي. اوكي 9. شكل العام للامتحان. السؤال الاولاني يا اما هيبقى جاوسيان بولس مع البرهان بتاع نايكويست
يا إما هيبقى معاه جزئية خاصة بالconvolution بتاع discrete time اللي زي ما شوفنا كده في الأمثلة موضوع بسيط جدا. فده يعني السؤال الأولاني بعتبره هدية، لازم أي حد يحل. فهي إما البرهان الثاني بتاع نايكوست يا إما الديسكريت تايم في الديسكريت تايم فورير ترانسفورم الكونفوليوشن بتاعه. زي ما شايفين الكونفوليوشن انت بتقلي بالسيجنال وتحركها وتقعد تجمعها، ده جمع رقمي عادي خالص. ده سؤال. في سؤال هيبقى مالتيبل تشويس او ترو فولس عن المبادئ الاساسيه اللي قلناها طول الكورس كده، مبادئ اساسيه اللي قلناها طول الكورس. خلاص ده هيبقى سؤال، بس ده سؤال بسيط يعني مش سؤال كبير يعني. في طبعا مساله عن الكونفوليوشن اللي في التايم دومين وكام زي كده، دي 100% سؤال. سؤال عن الديسكريت تايم فورير ترانسفورم زي المسائل اللي قلتها دلوقتي. في يعني اذا الجزء بتاع النهارده ده في جزئيه صغيره عن الكونفوليوشن ورده في الامتحان، ومسألة تانية زي المسألة الأخيرة أو غيرها يعني، المسألة اللي قلناها دلوقتي حاجة مشابهة للكلام ده يعني. ويبقى عندي في مسألة convolution عادية، ودي بتبقى لحد ما بتاخد وقت. في الجاوسيان بولس طبعا، وفي يا إما البرهان بتاع النايكوست يا إما convolution في الديسكريت. كويس. وبعدين سؤال مالتيبل تشويس او ترو فولس، وبعدين ممكن طبعا يبقى فيه فورير ترانسفورم وانفرس فورير ترانسفورم. ده الشكل العام بتاع الامتحان. لسه الامتحان طبعا ما حطيتوش ولا اي حاجه. بالنسبه لاعمال السنه وكام ده شباب، انا منتظر هتبعتولي الاساينمنت الثاني وهتبعتوا لي الفورماتيف. الفورماتيف هيبقى عمليه تحسين بالذات للناس اللي درجاتها هتبقى قليله. التحسين ده هيتوقف على مجموع درجاتك، يعني تحسين ده ممكن يبقى درجتين، ممكن يبقى ثلاثه، ممكن يبقى اربعه، حد اقصى خمس درجات حد اقصى. ده للناس اللي هم هتبقى درجاتهم مش حلوه، لكن درجاتهم يعني ايه حلوه ومش حلوه بالتحديد. فوق 30 من 40 ده كويس، اقل من 30 ممكن ارفعه ابطو 5 درجات. الناس اللي هم فوق 30 وهيعملوا لي فورماتيف اقصى حاجه درجتين، اقصى حاجه درجتين. فالمساعده او البونص توقف على درجتك. لو درجتك منخفضه هتاخد بونص اكتر شويه، درجتك عالية هتاخد بونص بمحد أقصى درجتين. ده الخاص بال، وزي ما عبد العزيز قال لي إن أنتوا معاكم لغاية يوم الجمعة الجاية تبعتوا لنا هذا الكلام يعني. طب يا دكتور الله يسلمك، أنت كده عليه 10 درجات ولا كام كان؟ لا بص الأساس في أعمال السنة، انتوا عارفين اعمال السنه من كام؟ من 40، منهم 20 100 ترم، صح كده؟ تمام. بعد كده كويز وكويز 5 و5 والاساينمنت 5 و5، ده الاساس. في اساينمنت اولاني جاي بقى اللي جاي بعد كده ده تحصيل اللي هو الفورماتيف. تمام، يعني 2 اساينمنت 2 كويز والميد ترم كان. تمام. طب يا دكتور انا حضرتك جيت لك يوم الخميس على موضوع الميد تيرم، ان انا كنت عايز اشوف ورقته وكده، وحضرتك يعني قلت لي فكرنا النهارده يعني. طيب انت مين اسمك؟ انا اسمي فادي رفعت. لو عايز تشوف ورقتك احاول اجيبها لك بكره. تمام ماشي. هحكي لك الساعه كام حضرتك؟ طيب انا بقى في 9:32 من انا موجود من 9 لغاية 11 ونص، وبعد كده هنزل لا مستمر في نفس المكان لغاية 1.
932. تمام. حد تاني عايز عشان هدور على راتك اجيبها لك. فادي رفعت. ماشي شكرا خالص يا دكتور. فادي رفعت. فادي رفعت نجيب. ماشي. ماشي يا فادي. هدور لك على راتك اجيبها لك معي. حاضر. في حد كان ناقصه اي كويز او اي حاجة؟ ها؟ لو حد ناقصه اي حاجة ضروري يكلمني. ضروري يكلمني. وكان بكرة انا اخر مرة يمكن اروح الكلية قبل الامتحانات. بعد كده هروح الكلية اطبع الامتحانات وحاجات كده. يعني انا عندي شغل كتير قوي عشان خلص عملت سنة والكلام ده كده هولك. وعايز احط الامتحانات وكده. فاذا امكن بكرة او اقصى حاجة بعد بكرة. دكتور ممكن طلب صغير. نعم. هو الكوز اللي ولاني ممكن اشوف ورقته بس معاه ولا صعب؟ لا صعب ان ادور على الورق ده كله. خلينا في الميد ترم عشان هو ده المؤثر اكتر. خلاص ماشي. ميد ترم ماشي. ها في اي استفسارات تانية يا شباب؟ عشان انا مش هقابلكم اونلاين تاني. طيب دلوقتي انا هرفع كل الملفات دي دلوقتي شباب. خليكم معي. هرفع الملفات دي كلها. معلش. معلش.